بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم على قناتي تي في الدازي. في هذا الفيديو سنتطرق للشبكة المقاومية. الشبكة المقاومية تتميز بكون جميع عناصرها عبارة عن موصلات أومية تتكون من عدد معين من الرشم. في حالتنا الرشم المتكرر هو عندما تتكون من عدد لا نهائي من الرشوم نقول أنها شبكة مقاومية لا نهائية. كنت قد طرحت مثالا لها في هذه المسابقة التي ترون أمامكم هنا، والتي للأسف لم يوفق أحد في الإجابة ما عدا بطبيعة الحال أستاذنا الفاضل وزميلنا إسماعيل أبازي الذي لا يحتسب ضمن المترشحين. إذن سأحاول خلال هذا الفيديو أن أقترح حلا لهذه الوضعية، أي الإجابة على السؤال ما هي المقاومة المكافئة لهذا التركيب. سنبدأ بحالة رشم واحد فنجد في حالة رشمين في حالة ثلاثة رشوم وهكذا إلى أن نصل إلى N رشم، فنحصل في النهاية على العلاقة التي تربط بين RE N زائد واحد و RE N. إذن هذه العلاقة من خلالها نستنتج المقاومة المكافئة E RE للتركيب عن طريق استغلال خاصيات المتتاليات. بما أننا بصدد نهاية أو بصدد متتالية لها نهاية، يعني منتهية لها نهاية، RE N زائد واحد و RE N كلاهما سيؤولان في النهاية إلى المقاومة المكافئة للتركيب. عن طريق حل هذه المعادلة من الدرجة الثانية نحصل مباشرة على المقاومة المكافئة. هذا اقتراحي كحل، وستجدون نسخة من الحل في أسفل الفيديو.